عشان نعمل الصدور فراخ بالتحديد. انا واحده هنا تقريبا 4 قطع صدور فراخ، وانا جهزته يعني نضفته بالخل والليمون والدقيق وكل حاجه يعني. بعد كده هناخد تقريبا 4 أو 5 طماطميات، انا شلت القشر يعني ودلوقتي هبشره مع بعض. هناخد كمان شويه دقيق وشويه بقسماط، هناخد تقريبا يعني مثلا 3 معالق من جبنه موتزاريلا، وهناخد بتاع مثلا يعني 4 أو 5 معالق من جبنه رومي. يعني في الايطالي بيستخدموا بارميجانو بس احنا ما عندناش، فمعلش يعني احنا هنتصرف. هنبتدي احنا الاول هنبشر الطماطم بتاعتنا كده باي شكل احنا عايزين نعمل الصوص. فلو عايزين تضربوا في الخلاط مفيش مشكله، عايزين تقطعوه مكعبات مفيش مشكله. فيعني اي واحد فينا عنده طريق هو بيحب يعمل الوصفات. يعني مثلا يعني اوقات في وصفه تقول لازم تكون الأسير طماطم، ممكن ما نعملش الأسير طماطم، ممكن نعمل المكعبات بس رفيعة خالص خالص. يعني اوقات مثلا مش عايزه انا اجيب البلندر، مش عايزه اعمل العصير، ممكن اعمله كده مفيش مشكله. يعني احنا بنتصرف دايما وبنفكر ازاي نعمل الحاجات اسرع وبالمزاج مفيش مشكله. اهي احنا هنعمل الطماطم بتاعتي، معلش انا واحده البوله زغنطوطه كان ممكن احط اكبر شويه. وناخد كمان واحد ونعمله. فمعلش انا غلطانه عشان احط البول زغنطاطه كده، بعد كده احط وكل العصير طماطم ومفيش مشكله. عموما لو انتوا عايزين احنا ممكن في قطع كبيره نقطعها بعد كده مكعبات، واهم حاجه ناخد العصير طماطم بتاعتنا كده نحطه في الحله، ناخد معانا شويه زيت زيتون، هنحط شويه زيت زيتون اهي، وهنحط الطماطم عصير طماطم هنا. زي ما انتوا شايفين هو يعني مش ناعم، في عنده حتت كده وده مش مشكله. يعني احنا عايزين تبقى لو في قطع طماطم موجوده مفيش مشكله، يعني برضو هتدي طعم جميل. فعندي شويه الطماطم ما عرفتش انا ابشره، معلش الهدومي كله في الطماطم بس يعني هنعتبر احنا في البيت مش في استوديو. معلش هناخد بقيه الطماطم كده نحطوه على في الحله. دلوقتي الأسير طماطم بتاعتي يعني هيفضل النار لمدة يعني 15 دقيقة كده هوت لغاية ما هو يجمد معانا شوية. وبال بجهز الصوص الطماطم بتاعتي اجهز انا الفريخ. زي ما انا قلت انا احط الفريخ هنا، واللي هو يعني صحيح ما عملتش انا فيه اي حاجة. فهناخد بيضتين هنضرب البيض كده مع بعضه، اهي بسيط، وهنحط على الفراخ بتاعتي عشان احنا هنعمل البانيه. بس بانيه هنعمل مش عادي، هناخد البقسماط وهناخد كمان جبنه رومي. انا احط هنا بتاع مثلا 5 أو 6 معالق جبنه رومي، هناخد مثلا بتاع مقلتين 3 من جبنه رومي
على البقسماط بتاعتي واعمله كده في بعضه. اهو الصوص ابتدى عندي يغلي، وده اللي احنا عايزينه. تمام. في ناس بيحبوا مثلا يحطوا التوابل مع البقسماط، مفيش مشكله لو عايزين تحطوا اي حاجه تانية، زعتر مثلا مفيش مشكله. انا احط شويه الملح بس كده، واحط 2 بوره، في واحده احط البقسماط مع الجبنه، وفي التاني احط الدقيق. فدلوقتي اللي احنا محتاجين نعمله، هناخد الصدور فراخ بتاعتي هنغطسه كده في البيض، وبعد كده نغطسه في دي، ارجعه تاني في البيض كده، واحطه في البقسماط كده. ماشي. ايه اللي بعده؟ الفراخ في دي في البيض في البقسماط اهي. الوصفه دي سهله جدا، يعني انا جهزت الفرن، الفرن عندي شغال تقريبا 130 180 درجه الحراره، يعني فانتوا عارفين ان الفراخ ما بتاخدش الوقت كتيره في السوا، في اي وصفه احنا بنعمله يعني الفراخ دايما مش زي اللحمه خالص. فاحنا الاول هنعمل البانيه للفراخ بتاعتي، وبعد كده هنحمره سنه، وبعد كده هندخله في الفرن مع الصوص الطماطم بتاعتي اهي. اخر واحده كده. طبعا عندكم في البيت هتبقى وقت اكتر عشان تعملوا كل حاجه براحتكم مظبوط، عشان يعني احنا في استوديو عندنا وقت محدد، فلازم كل حاجه سريعه سريعه كده. بس انا بصراحه بحب الوصفات سريعه، والبقسماط مع الجبنه رومي هيدي طعم لطيف. هناخد دلوقتي شويه زيت عادي نحطه في الطاسه ونسخنه، وبعد كده نحط الصدور بتاعتي فيه. هنرجع بس نشوف الصوص بتاعتي اهي، مش هنعمله جامد، مش عايزين نسفيه جامد عشان تبقى لازم تكون صوصي قبل ما يدخل الفرن. تمام. فكده احنا مستنيين الزيت، هنحمر بس الفراخ على ناحيتين بسرعه جدا، يعني عايزين بس ندي الفراخ لون بس اهي. واحده عادي، الثانيه الثالثه، يعني الكميه دي هتعمل وجبه للاسره يعني. فمثلا لو عندكم غدا، يعني اللي عايزين تتغدوا مع بعض كلكم، فسهله جدا احنا نعمل الوصفه دي، وسريعه جدا يعني ما بتاخدش الوقت، وكل المكونات بتاعتها موجوده. يعني اوقات او بفكر مثلا اعمل كذا، لكن ما عنديش المكونات بتاع الوصفه دي في البيت، فبضطري افكر في اي حاجه تانية عشان هعرف اطبخ الحاجه سريعة ومفيدة للأولاد ولنفسي، يعني دي اللي دايما بفكر فيها. الصوص بتاعتنا اهي تقريبا جاهز، فزي ما انتوا شايفين البانيه بقيت لونه ذهبي وشكله جميل، واستوديو بقيت ريحته جميلة. ليه؟ مش عشان خاطر بس البقسماط، عشان خاطر الجبنة رومي كمان. فاحنا كده الفراخ بتاعتنا جاهزة، وممكن نطفيها. ناخد الصينية نحط فيها
شوية زيت زيتون بسيط كده خالص خالص خالص. ماشي. وناخد الفراخ بتاعتي اهي. زي ما انتوا شايفين في زيت كتيرة جدا تحت، فانا يعني يا ممكن لو انتوا مش عايزين تبقى عندكم دهون كتيرة في الفراخ ممكن تطلعوها الاول على الكيتشن بيبر عشان يعني الورقة المطبخ عشان تصفوا الزيوت. انا بالنسبه لي مش هتفرق كتير يعني. احنا اهو حطينا شويه الفراخ بتاعتنا. دلوقتي هناخد الصوص بتاعتي وهنحط على الفراخ. هو سايب شويه ده اللي احنا عايزينه اهي كده على الفراخ ولا جنب. جميل. تمام. فاضل نحط الملح وفلفل طبعا اهي. نحط شويه فلفل ناخد كمان الموتزاريلا. عندي تقريبا 3 معالق كبيره موتزاريلا احطها على الفراخ. ده هتدي طعم جميل للفراخ وكمان يعني ده دهون زياده ف يعني برضو الطعم هيختلف مع الموتزاريلا. غير كده يعني هنحط كمان الجبنه رومي مبشوره. انا عندي بودره كده انا عملتها في الخلاط كده. دي لما تدخل الفرن هتمسك هتعمل وش جميل يعني هتبقى شكله جميل وطعمه حلو. في الايطاليا لو كنا احنا في الايطاليا كنا هنستخدم البارميجانو بس ما عنديش. فالفرن عندي شغال هندخل الفريخ بتاعتي في الفرن.